السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. أولي الله يخطيكم علينا وبارك الله فيكم. واحد بعد فيما كنتم داخل وخارج الوطن الحبيب، من وجدة حتى للصويرة ومن طنجة للقويرة وجميع بقاع المعمور والكرة الأرضية، صورت لكم مدينة من المدن المغربية اللي تزاد تجديدة في الأونة الأخيرة، مدينة الفردوس. وما بين مدينة الفردوس ومدينة عين عودة كاين واحد 5 كيلومتر، نقول لك تقريبا ما بين 3 4 5 كيلومتر. هذا هو المدخل ديال مدينة عين عودة، والناس اللي كتسأل على مدينة عين عودة وانا ديز ديز، وغادي ندخل نضرب بكم واحد حتى هي فيها واحد الدويرة وعلاش لا، خفيفة ظريفة. يلا ندخلوا ونشوفوا شنو كاين تما، كاين شنو تزاد شنو. إذا حلوا معنا العوينات ديالكم وخليكم شادين معنا الحساب. بسم الله على بركة الله، هنايا دخلت زادوا هاد العمارات، شوف شحال زوينين. وانتوما الجارديناج شوف، وهاديك راه هي لا زون فيلا، راه الفيلات من الراس من اللي بانوا لكم زوينين. هذا هو هذه الدخله ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال مدينه عين عوده. هادو مدن كانت صغيره ولكن حتى هي عرفت شملات لينا في هذا مدينه الانوار، شملات لينا حتى هي فيها واحد المجموعه ديال اولا هي كيلعبوا عليها باش تكون عندنا هي، غيستقطبوا فيها اليد العامله، غيجيبوا فيها الوزينات. دابا عين عوده هي المان دوفر، انا متفاهمين الاداره ولا الادمينستراسيون هما. شوف الزهور تبارك الله ما شاء الله، اصحاب الزهور هما داروا لكم الزهور هنايا. شوف انتوما تبارك الله ما شاء الله. شوف تبارك الله، هاتوما عين عودة، هاهي الدخلة. غادي ندخل باش غنشري واحد البوجي، هذا كيدير عطي ليا ما وصلني لهنايا حتى تحمقني. عندي السكور ماشي ما عنديش السكور، ولكن ضروري نحيد هذا خصني ونركب السكور، خص دابا يبقى عندي ديما واحد ريزيرف، ضروري خصو يبقى عندي واحد ضروري. خاطر كنتلاقى مع الدراري اون بوان مساكن تنديبونيهم، غدارو ليهم هنايا فين يلعبو الدراري هما الشوم، كيصوبو لهم دوك التيرانات ديال القرب. هو هدا الشاطو ديال الما، فضاء صديق. عرفتوش انا شي قهيوي عندك هذوك البلايص الشعبيين هما كاينين داخل وراء زعوما. شوف البريريكا هادي غتكون من ايامات الاستعمار، حيت هما اللي كانوا كيديروا هادو متلتين بحال هكدايا على حساب الثلج، صحابو الثلج غيضعف هاد القنشر ويبقى بقى عندهم داك البلان ديال داك مطعم كاين الثلج اللي هو ديما اللي تشوف هادو متلتين بحال خويا يديرو داك، هما بحال هادو شتي هذا بني قديم هذا شتيه.
دي قديم هادو ديما اللي كيكونوا مسلسين معاك حدايا كيكونوا دايرينهم على حساب كيكونوا بينهم فرنسا. واحد الكنيسه هي قديمه شنو ديش فاس طنشاق. اذا غنهبطو حنا على اليمن ديالنا باش نهبطو في حالتنا. وهادي بلاتي نضربو فيها شي دويره غنشوفو هادي الدخله. هادي الدخله ديال الرباط من هكا من ديزا الطوموبيل من اللي راه هذاك الطوبيس هادي هي الدخل ديال الرباط. هذا هو الشارع الكبير. شتي راه كبروه راه هو كان غير صغير كان غير فيه جوج طوموبيلات كيدي وكيجيب. شكون هما هما تاهما الإنارة تعودات ليها هما كيتبان ليكم خطوات على اليمين وخطوات على اليسار. واحد الجي سي بي وقف هنايا كطحن. آخر مرة اللي كنا جينا خليناهم كيركبوا لنا في هاد البوطوات. صافي البوطوات هما ركبوهم. آبي هو المدخل ديال اليمين هو البني من اللور. شوف بان ليكم كلهم مشى هذاك البني ديال الار بلس 3 ولا ماس اي بلس 4 شي قداش لا هو. وهنا فين غيحولوا هذوك الناس هما شتوهم اصحاب البرارك وداك الشيء غندخل نوريو لكم هنا غيحولوهم في هذا البلايص هما هنا عطاهم بقاعي عطاهم بقاعي. هذا هو السوق ديال العينه هنا في كيشويو هنا شوما كاين اللي طراف شوف جي سي بيات هما كاين الخدمه من هنايا شوف الحي الشعبي كاين من هنايا اللي مشينا مع النيشان فين كاينين هاد لي طراف فين خدامين هاد الناس تما فين كاين داك الحي الشعبي. ومن هنايا مشات عاود شاني طويل داك دوك صحاب البرارك وداكشي اللي غيحولوهم جابوهم من هاد البلاصه هنايا قريب لهاد الحنش. ومشات حتى الاخر جا واحد السطاسيون شي اللي كاين ليه ومشات وداروا لنا عمارات وداروا من هنايا كاع داكشي اللي كان قديم ديال كلشي داكشي طاروا به. وهادي هي عين عاوده انتوما راه كيبدلوا لهم شي قوات هما لي طرافو هما كاينين هنا. هو داك الحي شتوه اللي مليه كله هذاك الاحياء تما كاينه فين الاغلبيه ديال هاد سميتو جابوهم من هاد البلايص حنا. جميل. اذا غادي نديرو الديميتور ديالنا نرجعو منين جينا ياك وغادي نمشيو لفين غادي نديكم المرس الخير باش نضربو ثلاثة ديال المدون. ها انت جي سي بي ما كاين طحن افريقية. اذا اخواني اخواتي نضربو الديميتور ديالنا نرجعو منين جينا ومشات عاوتاني تال دخل من اللي هاد الشارع شاد الشارع هذا مشى من هنا ياك غنوريه لكم دابا باش تشوفوه مزيان مع ديالنا جيتو تفهموا الفيلم كيف هذا. هادي الطريق هي اللي كتدي للفردوس هادي منين جيت انايا دابا هي كتدي للفردوس كتدي لينا راه داك الجامع وكتدي لينا سيدي يحيى معايا. وهادي هادي اللي جات على اليمن كتدي لنا فين مشيت مشيه وحده من هنا حتى العكراش من غادي هاد الكميه مشات العكراش هما باقا كيصوبوا فيا هادي شتو مشات هادي تولات هي بحال هكايا طوروت وحده طوروطوطوط هما وصلوا اخاي مشات هكايا واسعه فين حتى الحي الصناعي شتو الحي الصناعي ديال التقدم من هنا طريق وحده حتى للتقدم
صافا جات عير هادي عرفتي راه الصمطة والطابية دايزة ناضية ناضية مزيان. شي نهار نجي نصورها لكم بوحدها. إذن إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أنا أكتفي بهذا القدر، دمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المغرب كله مقربل والرباط الأنوار كلها مقربلة، وما كاين غير لي طرافو، وما كاين غير البنية التحتية، وما كاين غير الطرقات، وما كاين غير الله يعطيك صحتك. إذن إخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر، دمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما كاين غير الله الوطن الملك. وانا مشيت.